فترة. لكن أنا عايز أتكلم مع حضرتك، نرجع ورا شوية ونتكلم قبل كده. إحنا عشان نزود نسبة المشاركة من كل فئات المجتمع لازم يكون في حاجة اسمها توعية سياسية. صحيح. فإزاي الدولة اشتغلت على هذا الملف؟ والله هو إحنا عندنا أكتر من حد بيشتغل على فكرة التوعية السياسية دي. يعني هنلاقي إنه في الأحزاب الكبيرة عندها أمانات بتتكلم على فكرة التدريب والتثقيف السياسي، وهم شغالين على قواعدهم اللي موجودة في المراكز وفي القرى وفي المحافظات، بحيث ان هم يوعوا الشباب بتاعهم وتبقى يعني توعيه للتوعيه، انه الشباب دي لما بتاخد التوعيه جوه الاحزاب المفروض تنزل في مجتمعاتها المحليه وتبتدي تعمل نفس النوع من التوعيه. وزاره الشباب لعبه دور مهم جدا في الحكايه دي، وعاملين يعني الحقيقه جلسات كبيره جدا جوه مراكز الشباب للتوعيه والعمل وفكره العمل العام اكتر من العمل السياسي كمان، لانه لو انت هتشتغل عمل سياسي محتاج تبقى عارف يعني ايه عمل عام، انه انك تنزل الشارع وتتعامل مع الناس وفكره مجتمعك المحلي وايه احتياجاته وايه المقومات اللي موجوده جوه المجتمع المحلي ده، علشان تقدر تستخدمها في فكره انك تشوف احتياجات الناس دي هتتلبى من جوانا ولا مضطرين نجيب حاجات من بره علشان تساعد. فالحقيقه وزاره الشباب لعبه دور مهم جدا، وزاره التعليم العالي ممثله في الجامعات واتحادات الطلاب عاملين شغل كويس جدا، تنسيق شباب الاحزاب السياسيين عندها برنامج كبير جدا لفكره توعيه التثقيف، واحنا بنتحرك بقالنا فتره مع اتحادات الطلاب ومع اتحاد طلاب الجمهوريه ومع اتحادات طلاب الجامعات، وعندنا مجموعه كبيره جدا من اللقاءات اللي اتعملت جوه الجامعات المصريه وجوه الاماكن علشان الحكوميه علشان نعمل نوع من انواع التوعيه، انه انزل وشارك، مش بس في الانتخابات الرئاسيه زي ما انت بتقول، انما من قبلها بفتره احنا شغالين في فكره التوعيه، على فكره انه برنامج كبير جدا على فكره رفع الوعي، والدوله المصريه كلها مهتمه بفكره الوعي، انه الناس يبقى عندها وعي يعني ايه دوله مصريه، يعني ايه حدودك الامنه، يعني ايه الاستراتيجيات اللي احنا بنستخدمها، يعني ايه الخطط، يعني ايه ان احنا نقدر نستحمل الوضع اللي احنا موجودين فيه علشان خاطر حاجات ثانيه. والحقيقه الوعي ده بدانا نحسه اول ما الانتخابات بدات، يعني عايز اقول لك انه احنا في الشارع قبل يوم 7 اكتوبر حاجه وبعد يوم 7 اكتوبر حاجه ثانيه. واحنا في الشارع قبل 7 اكتوبر الناس بتتكلم على الاكل والشرب والمدارس والتعليم والصحه والخدمات العامه او الحياه العامه او الحياه اليوميه بتاعه المواطن. بعد يوم 7 اكتوبر الناس تتكلم مصر بس، حدودنا الامنه، احنا لازم نبقى محافظين على مصر، مصر ما نقدرش نتنازل عن حبه رمل منها. فتكتشف انه الوعي عند الشعب المصري اكبر بكتير جدا من اللي احنا متخيلين. طبعا فكره الوعي السياسي اللي هو زي ما بيقولوا عليه ايه يعني اكاديمي مختلف تماما عن فكره الوعي في الشارع، لكن الحقيقه الوعي العام في الشارع يخليك دايما وعي عميق، يعني زي ما قلت جدا جدا الحقيقه. ف يعني في من يعني في الشارع في وعي رهيب جدا عن فكره كمان الوعي الاكاديمي،